ابو عاليه 13، حسون الشيخ 40، كابتن الفريق عدي الصيفي رقم. وهذه كره ومنذ البدايه كره تعانق الشباك بهدف لمنتخب اذربيجان من اللاعب فابيو لويس رامين لاعب باكو الاذري في الدقيق اذا رقم 20، يفتتح التسجيل لمنتخب اذربيجان في اللحظات الاولى من الشوط الاول من هذه المباراه. كما نشاهد كره عرضيه داخل منطقه الجزاء راسيه على يسار الحارس عامر شفيع حارس الجزاء، سهله الى الحارس كمران اغاييف الذي يرسل الكره طويله في الامام وانفراد تام. وهذه كره والهدف الثاني لمصلحة منتخب أذربيجان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، واللاعب أفران إسماعيلوف يسجل الهدف الثاني لمنتخب أذربيجان. بعدما وقف عامر شفيع عاجزا عن صد هذه الكرة ووضعها على يمين عامر شفيع الذي حاول تحويلها إلى ركنية ولكنه لم يتم. التايلاندية بانكوك محاولة لمنتخبنا الوطني. مؤيد أبو الكش يتقدم، مؤيد يتقدم، مؤيد داخل منطقة الجزاء يسدد مؤيد، تسديدة رائعة من مؤيد أبو الكش يحولها كمران أغاييف حارس أذربيجان إلى ركنية ممتازة من مؤيد أبو الكش.